للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد خالد المطلق. سيادة العقيد، بداية مرحبا بكم. كيف تقرأ هذه الأنباء التي تتحدث عن بدء سحب سلاح المعارضة الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب؟ السلام عليكم. الله حياك الله. حياكم الله أخي الكريم، الحقيقة ما يجري في إدلب أعتقد أنه وفق الرؤية التركية بالتحديد يحاول الأطراف الأخرى كروسيا وإيران والنظام السوري من إفشال هذه المخططات عبر عملائها، ما من يسمى هيئة تحرير الشام والفصائل التي تصنف تحت بند الإرهاب. هذا شيء طبيعي، لكن ما أود أن أقوله أن نزع السلاح في هذه المنطقة أعتقد أنه له سلبيات كثيرة. من هذه السلبيات أن روسيا لا يؤتمن جانبها في كل الاتفاقات التي عقدتها في مناطق نزع التوتر. شاهدنا ماذا فعلت في الشرقية وفي الشمال الحمصي وفي المنطقة الجنوبية في درعا، نكثت في كل عهودها مع الفصائل التي اتفقت عليها. لذلك سمعت ما تحدث عنه تقريركم أن هناك دول أوروبية تريد أن تدخل على الخط لضمان هذا الأمر، ضمان الاتفاق الذي وقع في سوتشي بين الأتراك وبين الروس. هناك تخوف شديد. يعني هذه الخطوة إلى أي مدى، يعني إلى أي مدى ترى أن هذه الخطوة ربما هي على الطريق الصحيح، لا سيما وأن هناك حديثا عن محاولات روسية للتنصل من الاتفاق؟ يا سيدي، هناك قرار روسي إيراني باجتياح المنطقة. ما أوقفهم أمرين مهمين. الأمر الأول هو الموقف التركي الصلب الذي حمى شعبنا وأهلنا في هذه المرحلة، والموقف الآخر هو عدم وجود منقادة الفصائل الذين حاولوا يشتروهم في مناصب هنا وبمغريات مادية. لذلك وحجم القوة الهائلة الموجودة في إدلب، أيضا هناك سبب رئيسي وهو سبب عسكري بحت، أن القوات المهاجمة التي يمكن أن تهاجم إدلب لا يتجاوز عددها 100,000 مقاتل من كافة الميليشيات الطائفية ومن ما تبقى من الجيش السوري ومن بعض فصائل المصالحة. هذه بينما القوات المدافعة تتعدى 100,000 مقاتل، وهذا في العلم العسكري خطأ فادح. معروف بالعلم العسكري أن القوات المهاجمة يجب أن تكون 3 أضعاف القوات المدافعة، وبالتالي متخوفون جدا، لكن سيعتمدون إن هاجموا إدلب على الطيران وعلى المجازر كما حدث في البوسنة والهرسك وفي سبرينيتشا، مجازر سبرينيتشا. يعني بالاستمرار في بالحديث عن الشمال السوري، يعني وزير الدفاع التركي صرح أن بلاده تتابع من كثب ما يجري في منبج السورية. كيف تنظر سيادة العقيد يعني تأثير ما يحدث في منبج على تركيا ومن ثم على المعارضة السورية؟ يا سيدي، هناك أمر مهم جدا، أن تركيا لن تسمح على الإطلاق مهما كلفها من ثمن أن يكون هناك جيب كردي انفصالي على حدودها. وشاهدنا ماذا فعلت هي، كان السبب الرئيسي في إفشال الاستفتاء الذي حصل في كردستان العراق على موضوع انفصال الكردستان عن الدولة العراقية. لذلك تركيا ستقوم بتطهير المنطقة اعتبارا من منبج باتجاه تل أبيض وباتجاه الرقة وباتجاه المناطق التي تسيطر عليها قسد بطريقة التتابع، ولن تقف عند هذا الحد إلى الوصول إلى جبال إلى رأس العين. أيضا هدف استراتيجي، يجب أن نعرف أن هناك هدف استراتيجي الأمن القومي التركي، وهو عدم ترك هذه الفصائل الانفصالية في التواجد في الخاصرة الجنوبية للدولة التركية. تعرف مدى خطورة هذه الخاصرة، ومن يستخدم هذه الفصائل الانفصالية للتأثير على تركيا ومحاولة زعزعة الثقة أو زعزعة
استقرار في الدولة التركية. أما ما سيؤثر على الفصائل في الداخل، فصائل الثورة السورية، عندما تقوم تركيا في مهاجمة، من سنشاهد أن بعض الفصائل المحسوبة على الإرهاب والنظام، والنظام الروسي سيقوم بمهاجمة إدلب، هذا ما أتوقعه، وهذا الاحتمال كبير جدا أن يكون هذا السيناريو وارد للتأثير على تركيا. نحن نعرف الاتفاقات بين تركيا هي اتفاقات مرحلية، ليست نهائية، وكما قلت في البداية أن روسيا لا يؤمن جانبها، والقيادة التركية تعرف ذلك تماما. مع محاولات تركيا إدخال ألمانيا التي تمثل الاتحاد الأوروبي على الخط، يعني في الشرق من سوريا تحديدا، سيادة العقيد، هناك أنباء عن تعزيزات عسكرية روسية تصل دير الزور شرقية سوريا. هذه التعزيزات كيف تقرأها؟ سيدي، المنطقة الشرقية هي الكتلة الثورة السورية، وهي ذات أهمية خاصة. المنطقة الشرقية أقول أن أهمية خاصة اعتبارا من أنها الجهة الملاصقة للأنبار، الأنبار يعتبر الحاضنة الشعبية في الأنبار هم من الطائفة السنية، وفي المنطقة الشرقية في سوريا دير الزور والحسكة والطامشلي الأغلبية من الطائفة السنية. لا تريد أمريكا وروسيا والنظام السوري أن يتم التواصل بين هاتين المنطقتين، لذلك نرى هناك تشيع محموم في المنطقة، تشيع رهيب جدا في المنطقة ومتسارع. وأيضا هناك سبب رئيسي، أن المنطقة الشرقية في سوريا هي منطقة مليئة الثروات الوطنية كالغاز، وهو البيت القصيد، هم يريدون السيطرة على الغاز وعلى الثروات الباطنية. والمعركة الأساسية هي أيضا سبب ثالث، هو الطريق الواصل، هي مركز رئيسي للطريق الواصل إلى البحر المتوسط لمشروع ما يسمى مشروع مابكو، الذي يتنازع عليه الكثير من الأفرقاء على الأرض السورية. من اسطنبول عبر سكايب الخبير العسكري السوري العقيد خالد المطلق، شكرا جزيلا لك.